مشكلة يمكن بتواجه معظم الرجال والسيدات، يعني احنا تملي بتبقى مشاكلنا اكتر للسيدات، بس مشكلة النهاردة هي مشكلة بتحصل في البشرة، لكن اللي بيعاني منها السيدات والرجال. حلقتنا النهاردة عن مشكلة الهالات السوداء وانتفاخات ما تحت العين، مشكلة كبيرة جدا جدا. تعالوا في البداية نتعرف على اسبابها، ليه بيحصل هالات سوداء تحت العين، ونتكلم طرق العلاج ازاي اقدر اعالجها وازاي اقدر اعمل وقاية منها انها ما تظهرش. ايه اسباب الهالات السوداء؟ في سبب اول حاجة وراثي. يعني ايه سبب وراثي؟ يعني الجلد اللي تحت العين دوت ارق جلد في الجسم كله. بعض الناس بيبقى عندهم الجلد دوت رقيق بزيادة، يعني الجلد نفس الطبقة اللي هي او المنطقة اللي تحت العين جلد رقيق جدا جدا، يبتدي يكشف المنطقة اللي تحت الجلد. ايه اللي موجود تحت الجلد؟ موجود شعيرات دموية، فالشعيرات الدموية دي تبتدي تبان، فيظهر الشعيرات الدموية دي فيها دم محمل بالأكسجين وبثاني أكسيد الكربون، يظهر الشعيرات الدموية وتظهر منطقة السواد ما تحت العين، وده السبب الوراثي اللي مش هنقدر نعالجه لكن نقدر نداريه. يعني الحل الوحيد للهالات السوداء الوراثية ان احنا بنستعمل كونسيلر وكريم اساس، اللي هي الحاجات الانواع المكياج المختلفه. طبعا يفضل يكون حاجات طبيه، ودلوقتي في ميك اب طبي عشان اداري بيها الهالات السوداء وما تحت العين. معظم ناس كتير جدا جدا عندها حته المنطقه اللي تحت العين ديت غامقه وراثيا. انا من الناس، يعني انا العيله اخواتي وبابايا ومامتي كلنا عندنا الحته اللي تحت العين دي، الجلد رقيق جدا بيكشف تحته، فلازم ده يتدارى، ملهوش حل خلاص، دي حاجه وراثيه، لازم يتدارى بالميك اب بانواعه، ويفضل الميك اب الطبي لان المنطقه دي رقيقه خالص خالص. ونصيحه مني يا جماعه، لو انا حطيت ميك اب خصوصا المنطقه اللي تحت العين لازم قبل ما انام اشيله، لان احنا في مشكلتين احنا بنعملها في الميك اب. اول مشكله ان انا ابقى حاطه ماسكارا وحاطه كحل وايلاينر واسيبه وانام بيه، يبتدي الجسم او يبتدي الجلد في هذه المنطقه يمتص الجزيئات السوداء والحبيبات السوداء اللي موجوده، البارتيكلز السوداء اللي موجوده في الميك اب، ويبتدي الهالات السوداء تزيد، والمنطقه اللي ما تحت العين وما فوق العين تسود خالص، ونلاقي الباندا اي، الباندا عامله زي الدب، الباندا اللي هو العينين سوداء كده نتيجه امتصاص جزيئات المكياج. فيا ريت اللي حاطه مكياج قبل ما تنام لازم تشيله، وقلنا في مزيل ميك اب المنطقه اللي حوالين العين انا بشيلها بالطبطبه، يعني من جوه لبره، وهوريكم ده لسه بالتفصيل. باخد القطنه كده اهو وابتدي، ما ينفعش ان انا ادعك عيني كده، لو انا دعكت عيني بالمنظر دوت يعني قعدت اعمل كده، انا هزود الدنيا وهزود الطينه بله، هزود الهالات السوداء وهزود السواد اللي ما تحت العين. لكن لو انا مسكت الميك اب ريموفال، وافضل ميك اب ريموفال يا جماعه رخيص جدا جدا لمنطقه العين زيت الزيتون وزيت جوز الهند، اقدر اجيب القطنه تمام، وبزيت الزيتون او زيت جوز الهند احطها في القطنه اهو، احط زيت الزيتون وجوز الهند وابتدي اطبطب على عيني من جوه لبره بس بالطبطبه. لو انا عملت كده انا كده دمرت الجلد الرقيق اللي هنا، الهالات السوداء هتزيد، لكن انا بالطبطبه من جوه لبره بالشكل دوت هبتدي اشيل الهالات السوداء. نفس الحكايه طريقه وضع الكريم، يعني انا لو عندي كريم تفتيح نفس الحكايه، هعمل نفس الايه الطريقه، هبتدي احط الكريم على اني صابع يا دكتوره، ارق صابع هو الرينج فينجر، ايه الرينج الفينجر اللي هو الصابع اللي بحط فيه الدبله، دبله الجواز او الخطوبه، فانا على الصابع ده عشان ده رقيق جدا، وابتدي اطبطب تحت العين من جوه لبره من جوه لبره، وبرده ممكن اخد المنطقه اللي هي فوق العين برده من جوه لبره لحد من جوه لبره لحد ما اوصل لايه؟ لبدايه الحاجب اللي هو النقطه ديت، بدايه الحاجب من جوه لبره بالطريقه دي. يبقى انا هشيل الميك اب ريموفال عن طريق زيت الزيتون او زيت جوز الهند من جوه لبره، والعين لو هشيل ماسكارا بالراحه خالص برده من جوه لبره كذا مره، ولما اجي احط كريم التفتيح هحطه على الصابع دوت. واحنا حرصنا في كل مجموعات التفتيح، كل مجموعات الشعر، ان يجي لكم فيها كريم التفتيح وصابونه التفتيح، عشان تملي اهي مشاكل الشعر مرتبطه، البشره مرتبطه بمشاكل الشعر. طيب اكمل اسباب الهالات السوداء، ليه في هالات سوداء في
بتحصل حوالين منطقه العين. في اسباب مهمه جدا، والاسباب اللي هي الغير وراثيه، احنا اتكلمنا الاول على السبب الوراثي، وبيزيد عن طريق وضع الميك اب بطريقه خاطئه. السبب الغير وراثي هو الاتي: السهر كتير بالليل، شرب الكثير من المنبهات التي تحتوي على الكافيين اللي هو القهوه والشاي والنسكافيه سريع الذوبان وكل المنبهات الغامقه دي والمياه الغازيه الغامقه، كل دوت بيعمل هالات سوداء. في حاجه كمان بتعمل هالات سوداء، الانيميا وفقر الدم. في جزء من الهالات السوداء هو جزء لاسباب طبيه، يعني في امراض بتؤدي الى الهالات السوداء. الانيميا وفقر الدم بيعمل هالات سوداء، عشان كده احنا المجموعه اللي احنا بنبعتها لعلاج الانيميا بيبقى عبوتين عليهم العبوه الثالثه مجانا، عشان احنا عارفين ان علاج الانيميا بياخد له 3 شهور على الاقل، فيبقى احنا كده عالجنا الانيميا وبالتالي عالجنا الهالات السوداء. الكسل في الغده الدرقيه ومشاكل الغده الدرقيه والخلل في الغده الدرقيه بيؤدي الى الهالات السوداء. نقص فيتامين د بيؤدي الى هالات السوداء. امراض الكبد بانواعها المختلفه بتؤدي الى الهالات السوداء، ده سبب مرضي. يبقى الكافيين بيؤدي الى الهالات السوداء، قله النوم بتؤدي الى الهالات السوداء، في بعض الامراض بتؤدي الى الهالات السوداء، التدخين يؤدي الى الهالات السوداء. تلاقي المدخن تقدر تعرفه من وشه، احنا كدكاتره نعرف نشخصه. السنان بتبقى غامقه، تحت حوالين العين بيبقى غامق، وده نتيجه ان في تصبغ بيحصل، النيكوتين نفسه بيعمل تصبغ في السنان، والدم بيكون محمل بالنيكوتين بيؤدي الى تصبغ ما تحت العين وبيحصل الهالات السوداء. اسباب كتيره، احنا بنحاول يعني نحط ايدينا على اهم الاسباب وعلشان يعني لما نيجي نعالج نعرف نعالج ازاي. طب هنعالج ازاي الهالات السوداء؟ هنعالج الهالات السوداء لو السبب يوجد سبب، هنحاول ان احنا نعالج السبب. في انيميا هنعالج الانيميا، في نقص في فيتامين د هندي فيتامين د، في مشكله في فيتامينات البشرة بصفة عامة هندي فيتامين اللي هو الهير سكين النيل اللي بيحتوي على الزنك والفيتامين بي المركب وفيتامين سي والكروميوم، مجموعة من الفيتامينات المضادة للأكسدة اللي بتفتح البشرة. عشان كده أنا النهاردة قبل ما أبدأ في الوصفات الطبيعية، طبعا مع بعض الوصفات الطبيعية، وأنا هتكلم النهاردة على 3 وصفات سهلين جدا، بس عايزة أقول لكم يعني في غاية الإفكتيف، يعني ذو الوصفات دي ليها فعالية قوية جدا جدا جدا. بس قبل ما ابدأ على الوصفات الطبيعية، الجسم علشان او البشرة علشان الخلايا تتجدد محتاجة ان الدم بتاعي يكون محمل بالفيتامينات والانتي اوكسيدنت مضادات الاكسدة. فاحنا عندنا الفيتامين اللي هو الهير سكين اند نيل اللي هو فيتامين البشرة والشعر والضوافر، ده موجود مع مجموعة اللوسيون اللي هي الخاصة بتساقط الشعر، ومعاها صابونة التفتيح ومعاها كريم التفتيح. وكريم التفتيح اللي هيجي لكم على فكرة ينفع للهالات السوداء، يعني هو للبشرة وممكن احطه زي ما اتعلمنا من جوه لبره على المنطقة اللي هي العظمة ما تحت العين ويدوبك الجلد اللي تحت العين. طيب انا هبدأ بأول وصفة النهاردة، وأول حاجة سهلة. يبقى انا هاخد فيتامينز عشان ما تتهوش مني، هاخد فيتامينز، هبتدي اعمل وصفات طبيعية وهحط كريمات طبية، لان زي ما قلنا قبل كده ان الوصفة الطبيعية ملهاش اعراض جانبية لكن بتاخد وقت طويل قوي، ويعني نقول ان هي مش قوية جدا زي المنتج الطبي. لكن لما احط كريم بيحتوي على الفيتامين سي، على مستخلصات العرق سوس، على الهيلورونيك اسيد، على الكوشك اسيد، على الفيتامين اي وفيتامين اي، احنا كده بنعالج من جوه. التغذيه الداخليه 70 الى 80% علاج مشاكل البشره والشعر من التغذيه الداخليه، يعني الدم المحمل واللي رايح للبشره والشعر عامل ايه.